السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا. إذا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. متابعينا الكرام، نوافيكم بآخر التحديثات للنماذج العالمية لأحوال طقس المناطق والولايات المعنية بالثلوج، وحسب آخر التحديثات تراكمات قوية للثلوج بإذن الله تعالى، وعودة الأجواء الباردة وأمطار معتبرة بإذن الله تعالى بداية من يوم الجمعة القادم. إذا بداية من يوم السبت الخامس من شهر ديسمبر إلى غاية الأحد السادس من شهر ديسمبر، ثلوج قوية على المناطق الغربية ولايات تلمسان، بالإضافة إلى ولاية الصعيدة وسيدي بالعباس، ولاية معسكر وغليزان، بالإضافة إلى ولاية تسمسيلت، أيضا ولاية المدية وعين الدفلة، ولاية البليدة، بالإضافة إلى ولاية تيارت، ولاية الجلفة، ولاية الأغواط البيض والنعامة. إذا كل هذه المناطق معنية بثلوج قوية وكثيفة يوم السبت الخامس من شهر ديسمبر. الثلوج ستنتقل إلى المناطق الوسطى والشرقية، ونذكر من المناطق التي ستكون معنية مناطق البليدة ناحية الشريعة، مناطق تيزي وزو ناحية جرجرة، أيضا ولاية سطيف ناحية البابور، جبال البابور، وأيضا مرتفعات برج بوعريريج، أيضا مرتفعات قسنطينة، مرتفعات أم البواقي، ومرتفعات باتنا وشمال ولاية المسيلة. كلها مناطق ستكون معنية بالثلوج بإذن الله تعالى بداية من السبت ليلا إلى الأحد صباحا. متابعينا، سنوافيكم بكل ما هو جديد لطقس الجزائر، فقط كونوا معنا وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.